سيدة العلم والرأي للخنتة بنت بكار. هي معروفة كبنت زعيم صحراوي، كزوجة السلطان مولاي إسماعيل وأم السلطان مولاي عبد الله وجدة السلطان سيدي محمد بن عبد الله، لكن اللي كيميزها قبل كل شيء هو شخصيتها وبراعتها في تدبير الشؤون السياسية، مزيج من العلم والذكاء ضروري في خضم أزمة الخلافة اللي عرفتها البلاد بعد وفاة السلطان الكبير مولاي إسماعيل العلوي الحسني. هي خنتة بنت بكار، أصلها من قبيلة المغافرة الصحراوية واللي كانوا أعضاءها كيرتحلوا ما بين واد نون وبوجدور. كتشير المراجع إلى أنه بسبب قلة مطر أدى إلى مجاعة وقحط في أراضيهم، وصلوا المغافرة إلى حوز مراكش حيث استقبلهم بحفاوة السلطان مولاي إسماعيل اللي ضمهم الجيش. وفي هذا الصدد يعتبر المغافرة أخوال السلطان، لأن أمه لالا مباركة كانت من مغافرة واد نون. وخلال زيارة مولاي إسماعيل إلى شنقيط عام 1980 هجرية 1678 ميلادية، التقى بشيخ قبيلة المغافرة وقاد بكار بن علي المغافري كما يسمى، وفود القبائل الصحراوية من أعراب المعقل إلى السلطان لتجديد البيعة. وهذا التحالف السياسي تختم بتحالف عائلي، وبالتالي زوج السلطان مولاي إسماعيل من ابنة شيخ المغافرة للخنتة بنت بكار. الروايات المتعلقة بالسيرة الذاتية للخنتة كتوضح بأنها كانت ذات جمال وفقه وأدب، فهي من العالمات الصالحات، تعلمت في مجال العلوم والأدب في منزل والدها، ثم ارتقت إلى درجة العلماء من بعد في القصر الملكي، ولا سيما في مجال الفقه، ولدرجة إتقانها في هذا المستوى تلقبت بالفقيهة، وهو اسم كما يعرف الجميع يعطى بالصيغة المذكر لعلماء الدين. الوزير والمؤرخ محمد أكنسوس كيقول بأنه رأى وبشهادة عالم آخر خط للخنتة على هامش نسخة من الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. كما ورد أن مكتبة خنتة بنت بكار في القصر الملكي كانت كتضم ما يقرب من 12,000 كتاب، ولكن للخنتة ما كانتش عالمة فحسب، بل توصفت أيضا بأنها دبلوماسية وسياسية ماهرة، فهي لعبت دور الوزيرة والمستشارة لزوجها. من بعد توفى السلطان مولاي إسماعيل في قصره بمكناس عام 1727، وتفتح الباب لأزمة خلافة استمرت 30 عام، تميزت بالتنافس حول السلطة بين الأمراء أبناء السلطان. وهكذا على مدى 30 عام تناوبوا 7 من أبناء مولاي إسماعيل على العرش في 12 عهد، وبرز دور للخنتة في إدارة الشؤون السياسية أكثر من أي وقت مضى. دور خنتة بنت بكار كان أساسي في دعمها لولدها مولاي عبد الله، اللي وصل للسلطة العليا 5 مرات بين عامي 1729 و1757. وفي هذا الإطار سخرت للخنتة وزن قبيلة المغافرة، وهي فرع من الودايا، وضفها المولاي إسماعيل في جيش النظامي مثل قبائل الجيش الأخرى المجموعة تحت اسم جيش لودايا. هكذا ساندوا البواخر ولودايا مولاي عبد الله بعد الدور اللي لعبته أمه للخنتة وسخائها، حيث بحثوا بكتيبة من الخيل لتأتي به من سجل ماسة باش يعلنوه في مكناس عام 1729، لكن لم يستغرق وقت طويل حتى أزيح من الحكم لأول مرة في عام 1734 لصالح مولاي علي ولد عائشة مباركة المعروفة بلالة زيدانة. القصة اللي رواها العديد من المؤرخين هي أنه لما فرق مولاي علي المال على جيش البخاري اللي ساندو واستنفد الموارد اللي تنفقت على التبرعات لحلفائه، لقى القبض على أرملة باه. سجنت للخنتة مع حافدها اللي غيصبح السلطان سيدي محمد بن عبد الله، واللي كان آنذاك كيبلغ من العمر 13 عام.
لم يتردد إذن مولاي علي في استصفاء أموال لخناتها وفي سجنها دون أن ينجح في الحصول على كل ثروتها ولا في إرضاء قواته اللي صبحت على استعداد لاستدعاء مولاي عبد الله بفضل تجيش لخناتها لكل قواتها. فليس من قبيل الصدفة أن تقدمها مجالي مارسي على أنها الوريثة الأصلية للسلطان مولاي إسماعيل. بعد هذه الاضطرابات وأزمة الخلافة استطاع الحفيد سيدي محمد بن عبد الله اللي تولى الحكم بعد وفاة الأب عام 1757 استعادة السلطة واجتهد في المحافظة على وحدة البلاد وإرجاع الأمن والأمان. وهنا كذلك تشير الروايات للدور اللي لعباته جداته في تربيته المتميزة بالحكمة والرزانة وبعد النظر. فمن 1730 إلى 1732 سافرت معه في رحلة إلى الديار المقدسة عندما كان عمره 11 عام فقط. نلاحظ هنا كرم للخناتة المتمثل في إهدائها 100,000 دينار للحرمين وشرائها لمنزل في مكة المكرمة حبسته في خدمة طلاب القرآن وصحيح البخاري. تحتفظ السجلات أيضا خلال هذه الرحلة بالعلاقات الدبلوماسية اللي أقيمت على وجه الخصوص في ليبيا أو مصر، لأن لخناتها تميزت على مستوى السياسة الداخلية ولكن أيضا في العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأجنبية. محليا هناك رسالة كتحمل طابعها بتاريخ 13 محرم 1149 25 مايو 1736 موجهة إلى سكان وجدة كطمئنهم فيها بشأن المضايقات من جيرانهم الأتراك. وعلى صعيد السياسة الخارجية هذه المرة فهناك مراسلات كتشهد على قيمتها في القصر بعثها إليها السفير الإنجليزي تشارلز ستيوارت خلال رحلته إلى المغرب عام 1720 كالطالب بدعم معاهدة الصداقة والسلام بين البلدين والإفراج عن سجناء بريطانيين. في 19 يونيو 1729 وقعت للخناتة من العاصمة مكناس مراسلة للولايات الفلامنكية بهدف الإفراج عن الأسرى في المغرب وإسناد التفاوض إلى تاجر يهودي باسم إسحاق شميكا، دون أن ننسى الرسالة اللي ارسلها إليها ملك فرنسا لوي الخامس عشر في 13 سبتمبر 1734 واللي كيسميها فيها السلطانة العظيمة. توفت خناتة بنت بكار وهي بدون شك عظيمة بمكانتها وشخصيتها عام 1742 في فاس الجديد ودفنت في مقابر الشرفاء. من خلال سيرتها كتعطينا صورة امرأة مجبرة بقوة الظروف على العيش في ظل الرجال بينما لعبت دورا رئيسيا وراء الكواليس.